المطبخ المصري له خصوصية وسط كل مطابخ العالم، لأنه معمول بحب وصنع وخبرات متوارثة من أيام القدماء المصريين اللي اشتهروا بتجربتهم المختلفة في الطهي واهتمامهم بتوثيق علاقتهم بالأكل على جدران المعابد. ومع كل اكتشاف أثر جديد بنلاقي أدوات خاصة بالطهي عند الفراعنة. كمان هنلاقي اهتمام كبير بعالم المطبخ في ثقافتنا وتراثنا، وده ظهر بشكل واسع من خلال الأمثال الشعبية زي اللقمة الهنية تكفي مية اللي بتمدح في عمايل إيدين الطباخين المصريين، أو شطارة الست المصرية في المثل اللي بيقول الطباخة الشاطرة تكفي الفرح بوزة، أو التأكيد على علاقتنا الوطيدة بالأكل من خلال المثل الشهير كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. كمان في فترة التلاتينات شفنا تجربة مهمة ورائدة في مصر زي اللي عملتها أبلة نظيرة اللي ألفت أول موسوعة مصرية وعربية في الطبخ مع صديقتها بهية عثمان تحت عنوان أصول الطهي. ثم حصلت نقلة مهمة مع تأسيس جمعية الطهاة المصريين في فترة التسعينات، أعادت البريق مرة تانية للمطبخ المصري من خلال أهداف واضحة لاستعادة ريادة الطهاة المصريين وتنظيم تدريبات مكثفة لعشاء الطبخ والمشاركة في المسابقات القارية والعالمية وتحقيق ميداليات مهمة آخرها الفوز بكأس إفريقيا لفنون الطهي للشيفات الشباب. تواجد دولي مميز وله مؤشرات مهمة عن قيمة المطبخ المصري بين دول العالم المختلفة.